السلام عليكم ورحمة الله، صوت مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الإعانة والتوفيق والسداد. اليوم بإذن الله جل وعلا سنبدأ بالحديث عن بداية المنهج، فلعلكم إن شاء الله قرأتم ما يتعلق بالمحاضرة الأولى والثانية حتى يكون هناك نقاش حي بإذن الله جل وعلا. قبل أن أبدأ، وستكون طريقة معتادة، سأسأل إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار يتعلق بالمحاضرات التي سنشرحها، بحيث ربما يعني مثلا علي يسأل سؤال يقول عندنا الدليل الفلاني هذا لم يتضح لي، فأثناء حديثي أقوم بشرح ذلك الدليل. ما لم تسألوا فالأصل أن المحاضرة كلها واضحة، فلذلك سأتحدث عما أراه وأترك بعض الأشياء. ولذلك أنبه إلى أمر، بارك الله فيكم، وهذا نبهت عليه سابقا لكن لا مانع من التكرار لأنه أمر مهم. البعض يظن أن ما أذكره أو ما يذكره الأستاذ في المحاضرة التفاعلية هو المطلوب. سارة بارك الله فيك، اتفقنا من الأمس إذا تحدثت لا تسأل عن أشياء أخرى حتى أفتح المجال للأسئلة. لا إله إلا الله. كنت أقول اللهم صل على محمد. البعض يعني يفهم أن ما يذكره الأستاذ في المحاضرات التفاعلية هو المطلوب فقط، وطبعا هذا غير صحيح، لأن ذكرت لكم سابقا في جميع المقررات أن المحاضرات التفاعلية عددها قليل جدا، 12 أو 16 محاضرة، بينما المحاضرات المسجلة تصل أحيانا إلى 40 محاضرة، أكثر من 30 محاضرة. لا يمكن أن يأخذ الأستاذ كل جزئية في هذه المحاضرات، فمثلا قد أذكر مثلا يكون المسألة فيها دليلين أو ثلاثة فأذكر دليل واحد، لا يعني ذلك أن الدليل الثاني أو الثالث غير مطلوب، لا هو مطلوب وقد يكون فيه أسئلة، لكنني لا أتطرق إلى كل الأشياء. ولذلك أنا قلت من يكون لديه شيء غير واضح يسأل إما هنا أو في المنتدى، حتى في المنتدى أجيب على الأسئلة بإذن الله جل وعلا، إلا إذا كانت أسئلة تحتم شرح وتفصيل فهذه أرجي الإجابة عليها إلى المحاضرة التالية بإذن الله جل وعلا. الأمر الأخير الذي أنبه عليه قبل أن نبدأ، وهذا قلته بالأمس لكن لاحظ هناك أناس يعني دخلوا اليوم ما كانوا بالأمس موجودين، أرجو حينما ننتهي أرجو من الجميع أنه يغادر، لأن التسجيل لا يتم إلا إذا كنت أنا آخر واحد أغادر، إذا بقي أحد بعدي فإن التسجيل لا يتم، ويحرم زملائكم اللي يريدون الحصول على التسجيل من الاطلاع عليه، فلعلكم تنتبهون إلى هذه النقطة، بارك الله في الجميع. سنبدأ الآن، لكن سأفتح المجال السلام عليكم. معليش الصوت راح من أي جزئية؟ أنا من ساعة أتحدث ما أدري أنتم ما كنتوا تسمعوني أبدا، يعني ولا كلمة من الكلام كله. يعني وش آخر ما سمعته؟ أنا ما أدري أتحدث كلام ما شرحت أساسا، ما شرحت أنا. سمعتم كلامي لما قلت لازم الخروج بعد انتهاء الدرس؟ ممتاز، هذا أظنه آخر شيء تقريبا تكلمت عنه. على كل، طيب لا بأس. اللهم صل على محمد. نبدأ الآن، عندنا الجزئية الأولى اللي هي جزئية أصول الفقه. إذا كان في أي سؤال يتعلق بالمحاضرة الأولى، يعني واحد مثلا أو طالب أو طالبة ما عنده
أو ما اتضحت له جزئية معينة في المحاضرة الأولى يطرحها قبل أن أبدأ، لأني سأبدأ الآن أثناء حديثي ما أريد أحد يقاطعني، فقط تجيبون على الأسئلة التي أطرحها. لا يوجد أي سؤال؟ أبدأ. طيب استعنا بالله عز وجل، هذا تكلمنا فيه أمس يا نفي من أخت نفيسة أو سارة، أخت سارة تكلمنا عن هذا بالأمس. طيب فلعلك ترجعين لكلامنا في المحاضرة الماضية مسجل عندك. بارك الله فيكم. عندنا ما يتعلق بالحق، مع أن ذكرنا سابقا لكن ما أدري ما أنك سألتي لابد أن أجيب. زميلاتك ذكروا أو زملائك وزميلاتك ذكروا في الدرس الماضي أن التعارض ما هو موجود، التعارض المحاضرة تبدأ 8:15 أو أنها محاضرة في مستوى آخر ليس في نفس المستوى، وإذا كان هنا الموضوع هذا بالأمس. أنت مصر يا أحمد، حنا أمس تناقشنا واتفقنا في النهاية قلتم ما في تعارض تبدأ 8:15، هذا كلامكم بالأمس ولا لا؟ طيب ليش أمس قلتوا لي تبدأ 8:15؟ أنتم اللي قلتم، أنا سألتكم فقلتوا لا تبدأ 8:15. جيد، ولا دقي على الجامعة اشتكي شيء ما جاهزة ما عندها مشكلة أبدا. طبعا تأخذ قمتها محاضرة في 9 دقائق وفي محاضرة مدة ثانية أنا ما ذكرت هالشيء. لا أمس سألتكم قلت لا يمكن أن يوجد تعارض في مستوى واحد، فقالت إحدى الطالبات أو مدى مجموعة الطالبات أنها تبدأ 8:15، تبدأ 8:15. وزارة الشيماء بارك الله فيك ما أريدك تتكلمي بشيء خارج المحاضرة، التعارض اليوم ولا أمس؟ أنا أريد واحد فقط يوضح لي الأمر، لأن الكلام الآن كثر ما أدري التعارض أمس ولا اليوم. يعني أمس ما في تعارض، طيب خلونا واحدة واحدة بارك الله فيكم، خلوني بس أوضح لكم أمر، خلوني أوضح لكم أمر بارك الله فيكم. التأمين وإدارة المخاطر مستوى ثالث، التأمين وإدارة المخاطر مستوى ثالث، وإدارة الأعمال المصرفية مستوى ثالث أيضا. هذا زميلكم يقول التأمين ما هي مستوى ثالث، والله لخبطتوني يعني ما أدري شو السالفة والله. طيب يبدو الإشكال، يبدو أن الإشكال أنكم لستم من تخصص واحد، هذا اللي يجعل بعضكم يقول ثالث وبعضكم يقول ليس ثالث. طيب خلوا عبير بارك الله فيكم، أنا ودي عبير توضح، نقف قليلا بارك الله فيكم. عبير وضحي، يلا وضحي، خلي شوف أنا أريد بس أمسك خيط عشان أتفاهم مع الأخوان في العمادة. أنا لا أريد مستوى الطالب نفسه، أريد مستوى المادة، يعني ممكن طالب يكون في مستوى ثالث وعنده مادة في سابع، أو هو في سابع وعنده مادة في ثالثة، في ثالث عفوا. ما عندكم فقه يا وجدان، ما عندكم فقه أنتم. أنا قلت لكم بارك الله فيكم خل واحدة فقط تكتب وعد عبير أو وعد حتى يعني نصل إلى نتيجة في الكلام. تنتظرون بارك الله فيكم، تنتظرون خلوا عبير تكتب، عليك تعيدين الكلام راح، خلوا عبير تكتب فقط بارك الله فيكم لأنها تولت الأمر حتى أفهم بس التعارض أين وفي أي مستوى، وأبشروا يحل إن شاء الله. اكتب يا عبير.
والتأمين هذا اليوم، والمادة في مستوى ثالث اللي هي المصرفية، التأمين والمصرفية. لحظة 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 عبير، تقولين 8 وربع، حنا 9 من 8 وربع، حنا نبدأ 9 إذا ما في تعارض. ريم انتظري بارك الله فيك، ريم ريم انتظري، وعد انتظري، وعد ريم انتظروا بارك الله فيكم، خلكم معي الله يحفظكم. إذا 8 وربع ما في تعارض، ما في تعارض، انتهينا اليوم ما في تعارض. اللي ما في تعارض أمس يا عبير صح؟ واليوم تقولي فيه تعارض مع التأمين، والتأمين أي مستوى؟ خلاص بارك الله فيكم، أنا سأراجع العمادة بكرة إن شاء الله ونشوف الأمر وش الواقع فيه، ونحاول نعالج الأمر بإذن الله عز وجل. نقفل هذا الموضوع تماما إن شاء الله يحل بإذن الله جل وعلا إذا كان فعلا فيه تعارض. أفراح بارك الله فيك، أفراح الله يرضى عليك، كررت هذا مرارا، لو أخذنا تعارض مع مستويات سابقة ما أقمنا ولا لقاء. في طالب عنده مادة من مستوى خامس، وطالب مادة من مستوى أول، ومادة من مستوى رابع، ومادة من مستوى ثامن، طبيعي يكون تعارض، لو أخذنا بهذا الاعتبار ما أقمنا ولا لقاء. وضحت الفكرة بارك الله فيك؟ التعارض لا ينظر فيه إذا اختلفت المستويات، أرجو أن تكون الصورة هذه واضحة للجميع. بودي نغلق خلاص، عبير وضحت لي الآن، ودي نغلق تماما، لن أجيب على أي ما يتعلق بالتعارض خلاص، وسأغلق الدردشة إذا سأضطر إلى إغلاق الدردشة أو إخراج الطالب اللي بيتكلم عن التعارض. انتهينا من موضوع التعارض، نريد نبدأ حتى ما يضيع علينا الوقت، والطلاب ما حضروا إلا حتى نشرح يعني. بارك الله فيكم. لا أحتاج أنكم تعلقون معي في أثناء الشرح، لن أغلقها. بالنسبة اليوم عندنا المحاضرة الأولى اللي تتعلق عن أصول الفقه، وكما قلت لكم المنهج عندكم ينقسم إلى قسمين، أصول فقه وقواعد وقواعد فقهية. اللي على السبورة ظاهر عندكم، المكتوب على السبورة ظاهر عندكم، يب أيوة يس، يعني ما أصبحت اللغة العربية عندنا لها أهمية، ليتكم والله قلتم نعم مثل ما قالت وعد وملهم، كان أطيب. جيد بارك الله فيكم. بالنسبة لأصول الفقه، بالنسبة لأصول الفقه درستم لما كنتم في المرحلة التحضيرية جزء من أصول الفقه، وهذا بإذن الله سيسهل عليكم الأمر كثيرا، فالمادة ليست جديدة. لكن أنبه إلى أمر مهم، لا تخلطوا بين أصول الفقه والفقه. يعني كثير من الطلاب يقول علينا اليوم فقه، بكرة عندنا فقه، هذه لا تسمى فقه، هذه أصول فقه. أصول الفقه هي مقدمة وأساس للفقه، يعني تضع القواعد للفقه. وبضرب لكم مثال حتى يتضح لكم الفرق بين أصول الفقه والفقه. الآن لو سألتكم سؤال وقلت لكم ما حكم الصلاة، مكروهة مباحة واجبة، وش تقولون؟ تقولون واجبة. كيف عرفتم أنها واجبة؟ كيف عرفتم أن الصلاة واجبة؟ طيب وأقيم الصلاة، ما الله عز وجل لم يقل الصلاة عليكم واجبة، قال فقط أقيم الصلاة، ما قال الصلاة عليكم واجبة، كيف عرفتم أنها واجبة؟ كيف من الفقه يا سارة؟ أنا أريد جواب علمي. واحد الآن يحاجكم يقول أنتم درستم فقه وأصول فقه فعطوني دليل على أن الصلاة واجبة، تقولون أقيم الصلاة، يقول الله عز وجل ما قال الصلاة واجبة، قال أقيم الصلاة. شفتم كلام مها؟ شفتم كلام مها؟ هذا الجواب الدقيق، هذا الجواب الدقيق، وأيضا سارة قالت ذلك.
قالوا الأمر يدل على الوجوب، والله أمرنا بالصلاة فتكون الصلاة إيش؟ فتكون الصلاة واجبة. طيب أسألكم سؤال، من الذي جعل عندنا قاعدة وقال لنا الأمر للوجوب؟ من اللي يضع القاعدة هذه؟ الأصولي. لا لا، الأصولي هو اللي، أصول الفقه هو اللي يضع القاعدة هذه. فيأتي الفقيه صاحب الفقه ويستخرج الحكم، يعني أصول الفقه يأتينا أو عالم الأصول ويقول من القواعد المعروفة في الشريعة أن الأمر للوجوب، فيأتي الفقيه ويقرأ في القرآن أن الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، فيقول هذا أمر، والأصولي يقول إن الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة. عرفتم كيف مرحلة الفقه كيف تخرج؟ لكن طبعا الفقهاء أو المفتين اللي جو يفتون ما يقولون هالكلام أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم فتكون كذا، لكن على طول مباشرة يعطونكم يقولون واجب أو محرم، لكنهم ما أفتوا ولم يقولوا واجب أو محرم إلا عن طريق إيش؟ سلسلة. أولا نظروا للقاعدة اللي حطها من الذي وضع القاعدة؟ اللي وضعها الأصولي، علم الأصول. ثم نظروا للدليل وجمعوا بينهما ثم استخرجوا الحكم. أنا وش هدفي من هذا الكلام؟ أريد أبين لكم الفرق بين الأصول وبين الفقه. يعني الآن اللي يقود السيارة، سارة مثلا تقود سيارة في الشارع، هل سارة هي اللي وضعت الطريق ومهدت الطريق ولا هي فقط قادت؟ هي قادت. من الذي وضع الطريق وزفلة الطريق؟ المقاول، أليس كذلك؟ المقاول، يعني نقول المقاول أو الحكومة أو المقاول يعني. إذا عندنا واحد جاء ووضع الطريق ثم جاء آخر وسار على الطريق، فهذا هو الفقه. في واحد يجي يضع قاعدة ثم يجي آخر ويفتي بناء على القاعدة. في الفتاوى اللي تسمعونها أنتم في اليوتيوب أو في التلفزيون أو في الإذاعة أو على الدرب وغيرها، المفتي لما يفتي يكون مستند، لكنه ما يبين لكم ذلك، يكون مستند على قواعد أخذها من إيش؟ من أصول الفقه. يعني بمعنى آخر أو باختصار أن المفتي أو الفقيه اللي ما عنده علم بالأصول ما يستطيع إيش؟ ما يستطيع ماذا؟ ما شكلكم رحتوا كلكم الأعمال المصرفية تركتوني أتكلم الحالي. لا يستطيع. طيب معلش بارك الله فيكم، تشوفون في ضرر لو استمرنا؟ تبون أتوقف حد وتذهبون للمحاضرة الأخرى حتى نعالج الخلل أو أكمل؟ أنا لا إشكال عندي ترى. بارك الله فيكم. الحق هذا أمر أفرحني، يعني كل حكم شرعي له أصل قاعدة. نعم 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 يا سارة. أي بارك الله فيكم، أي قاعدة، أي حكم لابد له قاعدة. يعني بضرب لكم مثال، يعني عطونا مثلا، تذكرون ما، لا لا يمكن ما تذكرون، الأمر قديم جدا، كان سابقا المحلات ما عليها أبواب، فإذا حان وقت الصلاة وضعوا مثل الغطاء أو الشرشف على البضاعة وراحوا يصلون. يمكن قبل 20 سنة، يمكن أو كرسي قبل 20 سنة، يمكن اللي منكم كبير لاحظها موجودة في مكة ولا لا، يضعون مفرش أو كرسي أو شيء ويذهبون يصلون ولا لا. كان سابقا لو واحد وضع، يعني في الرياض أو غيره، يعني قبل 50 سنة 100 سنة، لو وضع
الغطاء هذا أو الشرشف على البضاعة وراح يصلي، وجاء واحد وسرق يقطعون يده. نعم موجود في بعض البلدان الآن يقطعون يده. ليش؟ لأنه قطع، لأنه سرق من حرز، سرق من حرز. لكن الآن لو جاء واحد مثلا في البطحة اليوم مثلا في البطحة أو في حي كذا في الرياض مثلا، وذهب لبيته ينام وترك المحل مفتوح وحط ستارة، يكون مفرط ولا غير مفرط؟ ولذلك لو سرق منه واحد ما تقطع يده. وش الفرق بين أول وبين الحين؟ ليش أول قلنا هو غير مفرط والآن قلنا غير مفرط؟ وش الفرق؟ الزمن اختلف ولا لا؟ واختلف الحرز. هذا شفتوا هذا الاختلاف يرجع لقاعدة أصولية تسمى العرف. تسمى العرف. أضرب لكم إذا يعني اعذروني على ضرب الأمثلة لأنها تقرب الذهن لكم، تقرب الأمر للذهن أكثر. يعني الآن الإشارة المرورية، هل تجدون في القرآن أو في السنة أو حتى في عمل الصحابة آية أو حديث يقول ضعوا إشارة للمرور؟ ما يوجد ولا لا؟ ومع ذلك لو سألتم شيخ وقلتم ما حكم قطع الإشارة وش بيقول؟ ماذا يقول؟ يقول حلال ولا يقول حرام؟ يجوز قطع إشارة يسارة عسى ما تبي تسوقين؟ بيقولكم حرام ولا لا؟ بيقول حرام. طيب هل الشيخ هذا اللي قال حرام جاء من هواه يعني كذا يعني مزاج قال حرام، ولا استند إلى شيء؟ استند إلى قواعد أصولية. أحسنت تملهم. استند إلى قاعدة ورجع إلى أصل اللي هي قاعدة المصلحة والمفسدة، المصالح المرسلة. إذا لا يوجد، نعم أحسنت، نعم لا، إذا لا يوجد حكم شرعي إلا وله قواعد وأصول يستند إليها. بهذا نعرف أن أصول الفقه مهم ولا غير مهم؟ مهم. بل حتى أنت يا علي مثلا لو قيل لك اذهب لآل فلان أو للشخص الفلاني وأبلغه أن والده توفي، أنت الآن بتنقل له أمر يعني يحزنه، أليس كذلك؟ يعني قد يسبب له ضرر. فأنت حتى تنقل ذلك الخبر ينبغي أن تستند إلى قاعدة، وهي قاعدة المفسدة والمصلحة. هل المصلحة أنك تأتيه اليوم؟ هل المصلحة أنك تأتيه مباشرة؟ أو المصلحة أنك تأتيه يعني رويدا بالتدرج؟ فأنت تراعي المصالح وتراعي إيش؟ المفاسد. قد تأتي مباشرة وتقول توفي والدك فيعني ربما يصاب بضرر ويموت هو. فإذا حتى في الأشياء العادية تحتاج في عملك فيها أن تستند إلى قواعد وأصول. ليست الأمور هكذا. لو كانت الأمور هكذا بدون أصول وقواعد يسير عليها الإنسان لكانت الأمور يعني كما يقال ملخبطة، لا يضبطها ضابط. هذا كله يدلنا على أن أصول الفقه لها أهمية يدركها الإنسان متى ما عايشها وفعلا أراد أن يستفيد منها. طيب نجي الآن لأصول الفقه. هذه مقدمة يسيرة تتعلق بالفرق بين أصول الفقه والفقه، ولعل اتضح لكم. يعني بكرة ما يجي واحد منكم ويقول علينا اليوم فقه، أنتم عندكم أصول الفقه. يعني حنا ما ندرس الزكاة واجبة، لا يجوز الاكتتاب في شركة كذا، هذه ما ندرسها، هذه تدرسونها في الفقه. حنا نعطي القواعد اللي بناء عليها تدرسون الفقه. بارك الله في الجميع. طبعا هذا كله للفائدة، أردت أن أوضح لكم الفرق بين الأمرين، وبيأتينا إن شاء الله الفرق بين الأصول والفقه بشكل مختصر. نجي الآن لأصول الفقه اللي هو عندنا. دائما العلماء إذا جاءوا يعرفون شيء يتأملون. وأنا بعطيك بسألكم سؤال الآن، أصول الفقه مكون من كلمة واحدة ولا كلمتين؟
أيوة، مكون من كلمتين. في الطريقة السليمة العلمية عند العلماء إذا جاءوا يعرفون مصطلح مركب مكون من كلمتين، أنهم يعرفون الكلمة الأولى لوحدها، ثم يعرفون الكلمة الثانية لوحدها، ثم إيش؟ ثم يعرفونه مركبا كاملا، يعني يعرفون أصول لوحدها، ثم يعرفون فقه لوحدها، ثم يعرفون أصول الفقه. أيوة، مو ثلاث طرق يا سارة. طبعا حتى أضمن أنكم استوعبتم هذا الشيء، إن شاء الله بعد ما أنتهي سأسأل أسئلة إما اليوم أو بداية المحاضرة القادمة، وهذه إن شاء الله ترسخ المعلومات في أذهانكم. طيب، إذا عندنا الآن شو بنبدأ به؟ بكلمة، أحسنتم، بكلمة أصول. نأخذ كلمة أصول. بالنسبة للأصول من ناحية اللغة، يعني قد لا أقف عند اللغة كثيرا، يقولون الأصول لغة أسفل الشيء يعني وأساسه. يعني الآن تعرفون اللي منكم يعني له علاقة بالعمار وما العمار، أسفل البيت اللي هو الأساس يسمونها أصل، أصل البيت ولا لا؟ لأنها أساسات، أصل العمارة وأساس العمارة. نعم، لهذا. وإذا الأصل من ناحية اللغة هو الأساس والأسفل ونحو ذلك. ما حنا نبي الآن الاصطلاح، نبي نأخذ الاصطلاح. كلمة الأصل أو كلمة الأصول في الاصطلاح تعني ماذا؟ لاحظوا، حنا نتكلم فقط على كلمة أصول، وليس أصول الفقه كلها، كلمة أصول. أنا بعطيكم المعاني ثم بضرب لكم أمثلة وأبيكم أنتم تستخرجون المعاني، اتفقنا؟ كلمة أصول تأتي بمعنى دليل، وتأتي بمعنى قاعدة، وتأتي بمعنى راجح، وتأتي بغير ذلك من المعاني، وأنتم قرأتموها إن شاء الله، لكن بعطيكم أسئلة وأبيكم تجاوبون عليها. لو قلت لكم الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى وآتوا الزكاة، وش معنى الأصل هنا؟ الأصل في وجوب الزكاة. ما شاء الله، إذا ما يحتاج أكمل، واضح أنكم ما شاء الله مستوعبين الدرس، يعني عرفتم ما شاء الله على طول مباشرة. لاحظوا، إذا الأصل هنا جاء بمعنى الدليل. بعطيكم السؤال الثاني، إن أجبتم عليه كلكم صح انتقلت للجزئية الثانية، ما كملت هذا لأن إن شاء الله استوعبتموه، بس ما تتعمدون تجاوبون غلط. لو قلت لكم الأمور بمقاصدها أصل من أصول الشريعة، وش معنى أصل من أصول الشريعة؟ الأمور بمقاصدها أصل من أصول الشريعة، وش معنى أصل من أصول الشريعة؟ شكل أفراح تعمدت تخطئ، والبقية أريد الجميع يشارك حتى يكون في تفاعل. أحسنتم ما شاء الله عليكم. لا يا سارة. طيب، وش الخطأ اللي وقعت فيه سارة وزميلتها اللي قبلها؟ ذكروا المعنى إيش؟ أيوة، ذكروا المعنى اللغوي اللي على يمين الصفحة عندكم. حنا ما نتكلم عن المعنى اللغوي، حنا نتكلم عن أين، كما قال منهم، فرق بين أساس وقاعدة. حنا نتكلم على المعنى الاصطلاحي اللي هو هذا في نصف الصفحة، ظاهر عندكم ولا لا؟ طيب، تبون أكمل في الجزئية هذه ولا واضحة؟ أنتقل للجزئية اللي بعدها. حتى ما يعني ما نضيع وقتنا وهي واضحة إن شاء الله. طيب، مثال آخر. لو قلت لكم إذا تعارض النص والظاهر، أو إذا خلنا نأخذ نفس المثال اللي في الكتاب حتى ما نلخبطكم. وعلى فكرة أي أمثلة سنأخذها من المحاضرات، ما راح أجيب أمثلة من برا في الغالب حتى ما لخبط عليكم، إلا إذا كان قياس أو نحو ذلك واضح يعني، لكن أقصد أمثلة الدقيقة يعني.
لو قلت لكم إذا تعارضت الحقيقة والمجاز، إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة. وش معنى الأصل الحقيقة؟ ما شاء الله ما شاء الله، يعني الحقيقة الجزئية هذه حتى الآن أنا أعتقد استيعابكم لها من خلال قراءتكم يفوق 90%. يعني كنا نقول يمكن يقرأ الواحد يحصل 40%، لا أنتم حصلتم بإذن الله فوق 90% بناء على ما أراه من إجابات، وإن شاء الله أن يكون المنهج كله بهذا الاستيعاب وأفضل بحول الله عز وجل. طيب ننتقل لكلمة الفقه. الفقه لغة الفهم، يفقه قولي. وش معنى يفقه قولي؟ يعني يفهمه، يعني يفهم قولي. لكن حنا نبي التعريف الاصطلاحي، وانتبهوا معي للتعريف، لم بعطيكم سر تميزون فيه بين تعريف الفقه وتعريف الأصول. يعني لنفرض لو جاءكم تعريف في الاختبار وجاءكم سؤال هل هذا تعريف للفقه أو لأصول الفقه، وشلون نميز؟ بعطيكم سر تستطيعون أن تميزون به بإذن الله جل وعلا. نأخذ تعريف الفقه، طبعا هذا ما هو تغشيش، هذا شيء واضح لكن أنا أنبهكم عليه. نأخذ تعريف الفقه، يقولون العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. العلم بالأحكام، لاحظوا علم بأحكام وليس علم بإيش؟ بقواعد. علم بأحكام، هذه الأحكام مأخوذة من وين؟ من الأدلة إيش؟ من الأدلة التفصيلية. قبل أكمل ونعرف تعريف الأصول والفرق بينه وبين تعريف الفقه، أنا أبي نقطة أتكلم عليها لأنها مهمة جدا لكم. أنا سأمسح اللي على السبورة وبأكتب من جديد، فأبلغوني إذا الكتابة لم تظهر لكم، ترى هذا مهم جدا. أنا الآن وضعت خط على السبورة، ظاهر عندكم؟ الخط اللي وضعته ظاهر، ممتاز. عندنا أدلة إجمالية وأدلة إيش؟ تفصيلية. طبعا بارك الله فيكم، هذا يمكن ما يكون ذكر لكم الدكتور لكن أنا أفصله ليش؟ حتى يتضح لكم، لأن بعض هذه التفصيلات إذا فهمتوها خلاص يصير المنهج واضح بإذن الله جل وعلا. وعندنا نقطة سأتكلم عليها إن شاء الله غدا اللقاء القادم، إذا فهمتوها يمكن 3-4 محاضرات تكون سهلة عندكم على طول. وش الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية؟ طيب بعطيكم سؤال لنعرف الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، وهذا للفائدة، هذا للفائدة، ما هو مطلوب عليكم، لأن لا أطلب عليكم إلا اللي ذكرها الدكتور فقط، أقصد الفرق بينهم، ولا مطلوب أن نعرف في إجمالي وفي تفصيلي، هذا مطلوب. طيب لما أقول الأمر للوجوب كذا فقط بدون ما أذكر آية أو شيء، هل تستطيع أن تعرف حكم، هل تستطيع أن تعرف حكم الصلاة مثلا، ولا لازم ترجع للآية؟ أيوة، إذا لما قلت لكم الأمر للوجوب هذا يسمى إجمالي، دليل إجمالي. يعني لما أقول مثلا القرآن حجة، لما أقول القرآن حجة أترك الأمر للوجوب، لما أقول القرآن حجة أترك قضية الأمر للوجوب، لما أقول القرآن حجة تأخذ حكم على طول، إذا هذا دليل إجمالي. لكن لما أقول لكم ولا تقربوا الزنا، نأخذ حكم الابتعاد عن الزنا ولا ما نأخذه؟ أيوة، إذن الدليل التفصيلي
نأخذ منها الحكم على طول. لكن الإجمالي ما نأخذ منه الحكم على طول. عرفتم الفرق بين الإجمالي والتفصيلي؟ إذا عرفنا بسألكم سؤال وأنا واثق أنكم إن شاء الله بتجاوبون عليه. تذكرون قبل شوي لما مثلت لكم بسارة والطريق، وقلت هناك من يضع قاعدة وهناك من يسير عليها، تذكرون؟ أبشر يا سارة، بس خلينا نكمل. إذن عندنا واحد يهتم بالأشياء الإجمالية وواحد يهتم بالأدلة التفصيلية. من اللي يهتم بالأدلة الإجمالية؟ من هو؟ هل هو أصول الفقه ولا الفقه؟ الأصولي أو الفقيه؟ اللي يهتم بالأدلة الإجمالية. يلا البقية، أريد البقية الجميع يشاركون. ما راح أتكلم لين أشوف مجموعة يجاوبون ثم أعلق. جيد جيد، بعلق الآن. الدليل الإجمالي لما أقول القرآن حجة، هل أخذنا من حكم ولا فقط قاعدة؟ من اللي يهتم بالقواعد؟ من اللي يضع قواعد مثل ما اتفقنا؟ إذن الدليل الإجمالي الذي يهتم به هو أصول الفقه. وضحت؟ خاصة الإخوان والأخوات اللي قالوا الإجمالي الفقيه. وضحت؟ طيب لما أقول وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة، هذا نأخذ من حكم تفصيلي. من الذي يفتينا ويعطينا الأحكام؟ أحسنتم أحسنتم. إذن التفصيلي يهتم به من؟ طيب سؤال سريع، صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ أريد فقط تقولوا صح ولا خطأ. يهتم الأصولي بالأدلة التفصيلية، صح أو خطأ؟ أيوة أحسنتم أحسنتم. لأن اللي يهتم بالأدلة التفصيلية هو علم الفقه أو الفقيه، بينما الأصول يهتم بالأدلة الإجمالية. عرفنا الفرق بين اهتمام الأصول واهتمام الفقيه؟ نرجع للتعريف الفقه اللي أخذناه قبل شوي، تذكرونه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة. إيش المكتسب من الأدلة؟ إيش على طول؟ مثلا لو جاء هذا التعريف في الاختبار وانت ما حفظت التعريف وجدت كلمة التفصيلية، ستعرف أنه تعريف لإيش؟ شفتم أحيانا أن التركيز أو قليل من التركيز، حتى لو فاتك حفظ المسألة التعريف، قليل من التركيز والتأمل يرشدك إلى الجواب الصحيح. طيب لو قلت لكم، لاحظوا، لو قلت لكم معرفة الأدلة الإجمالية أو معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، بيكون تعريف في إيش؟ ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتم، اختصرتم علي. هذا الكلام اللي أنتم أجبتم عليها الآن وتفاعلتم معه هو ملخص المحاضرة الأولى تقريبا، ملخص المحاضرة الأولى. أظن بقي فيها شيء ما بتأكد الآن، لكن هو ملخص المحاضرة الأولى. طيب بقي 5 دقائق، تريدون أكمل ولا أعطيكم أسئلة سريعة تجاوبون عنها؟ طيب أسئلة سريعة بشرط، لكن بشرط أن توعدوني بأمر، لا تكتبون الأسئلة لأنها لن تفيدكم، هي ليس لها علاقة بالاختبار، هي دردشة سريعة نسترجع المعلومات. طيب نقول إيش؟ صح وخطأ، صح وخطأ.
لا لا خلوا هذا، هذا ما يصلح. طبعا لاحظوا بارك الله فيكم، أنا ما انتقلت إلى تعريف إيش، من يذكرني؟ احنا أخذنا إيش، تعريف كلمة أصول وتعريف كلمة فقه، لكن ما أغلق. أيوة كما قال كما قالت وسام وأيضا مدلي من قبلها، ما أخذنا المركب اللي هو أصول الفقه، لكني أشرت لها إشارة. التعريف المركب اللي هو أصول الفقه كامل يقولون معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا قلت لكم قبل قليل، إذا بما أن في كلمة إجمالا وإجمالية نعرف أنه تعريف لكلمة أصول الفقه. أو لو قلنا مثلا القواعد التي تساعد على استنباط، أو القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام، فنعرف أنه تعريف إيش، تعريف أصول الفقه مركب لقب، يعني كلمة مركبة لقب. واضح الآن بارك الله فيكم؟ أسأل طيب، صح وخطأ التعريف اللقبي أو التعريف الملقب المركب لأصول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، صح وخطأ؟ أحسنتم. ليش خطأ؟ هذا تعريف الفقه اصطلاحا، نحدد نقول تعريف الفقه اصطلاحا، تعريف الفقه اصطلاحا، أحسنتم. لا يملهم تعريف الفقه. طيب أعطوني معنى من معاني كلمة أصول اصطلاحا أو كلمة أصل اصطلاحا. معنى من معاني كلمة أصول اصطلاحا، دليل، قاعدة، راجح، جميل، مستصحب. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب أظن الدرس ما في شيء كثير، يعني الدرس فيه صعوبة؟ الحق أنا أجد أنكم مستوعبين الدرس ما شاء الله استيعاب كامل، يعني بحمد الله عز وجل، وهذا من تيسير الله لكم. لكن والأمر المهم هو ما بعد لكن، إذا كنا بنسير في كل محاضرة بالطريقة هذه معناه أننا لن نستعرض إلا 12 محاضرة، صح ولا لا؟ إذا نحتاج إيش؟ نحتاج أننا نسرع ونختصر. وما الذي يساعدنا على السرعة والاختصار؟ القراءة قبل الحضور. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. أي سؤال قبل أن نختم؟ كما اتفقنا إذا ختمنا الجميع يغادر بارك الله فيكم. بارك الله في الجميع. إذا نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، ونلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم. بخصوص التعارض أنا إن شاء الله أتواصل مع العمادة وأنظر في الموضوع بحول الله عز وجل. صلى الله عز وجل للجميع العانة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.